شيء دزات يعني كمشيت في المدرسة خلاص أولاد الصغار شوفوا صغار ديل بضحكوا فيه بقولوا ده كبير ومال بقري بضحكوا بفرجوا علي قلت أضحكوا ذاته هل لي أضحكوا أنا داير إلم في نفسي مستعد بس خلاص قاعد نواصل ما في هنا في الفصل ما في مشاكل لكن أطفال مارقين من المدرسة يوم ما في ماما بل مصوني الآن يقول لي ليش ما عندك زي لما قلت لهم زي أنا ما عندي خلاص بضعف عليه Thank you.